يعني انا مش راح احكي عن الطعم، الطعم خرافي، بس انا بدي اعبيها جبنه عشان تطلع هيك. فلان الكنافه اذا بتحطوا الفحم مولع بتنحرق معاك. ببلش ارش رش على الخفيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نسوي لكم كنافة على الفحم. طبعا كنافة الفحم مش زي كنافة محل الحلويات، يعني لما تسوي كنافة على الفحم وتطلع برا هيك في البرية وتاكل كنافة برا هيك والخضار والشربتة بتكون ماخذة طعم الفحم. يعني انا مش راح احكي عن الطعم، الطعم خرافي، طعم خرافي. واليوم ان شاء الله رح نشرح كمان طريقة عمل الكنافة على الفحم، خليكم معانا. انا قاعد بولع بالفحم، بجهز بالفحم عشان نسوي عليه القطر، وبعد ما نسوي القطر راح يكون الفحم عباره عن جمر عشان نسوي عليه الكنافه، لانه الكنافه اذا بتحطوا الفحم مولع بتنحرق معاك. طبعا هاي طريقه عمل القطر. هسه انا بقدرها تقدير طريقه القطر، هي فعليا كل كاسه ميه بكاستين سكر قطر، كل كاسه ميه تتقدر بكاستين سكر قطر. فانا بقدرها تقدير، ها اللي بيعرف يقدرها يقدرها. هيك ان شاء الله انه القطر جاهز، نحطه على النار هسه عشان نجهزه. طبعا القطر بنضل نحوس فيه زي هيك تمنه يغلى، بتحس انه القطر ثقل بس لونه عصفار، بكون القطر هيك جاهز. هسه راح نجهز صينية الكنافة عشان نحطها على الفحم. طبعا مقادير الكنافة اللي هي جبنة حلويات وسمنة، طبعا اي نوع سمنة ما فيش مشكلة، بس بتطلع بالسمنة البلدية ازكى، وفستق حلبي طبعا عشان الوجه، تزيين الوجه، وعجينة الكنافة. طبعا عجينة الكنافة بتقدر تجيبوها من اي محل حلويات. يلا خلينا نبلش. جاهزة. أول إشي بجيب السمنة زي هيك، بدهن الصينية كلها بالسمنة زي بالطريقة هاي. بعد ما دهن الصينية بالطريقة هاي بجيب عجينة الكنافة بهاي الطريقة، ببلش أرش رش على الخفيف. طبعاً بالنسبة لسماكة العجينة زي ما بتحبوا، بس بصراحة لما تكون رفيعة شوي بتكون أزكى. طبعاً بعد ما أفرد العجينة بالصينية بالطريقة هاي ببلش أرص بالعجينة زي ما انتم شايفين. أحسن ما أخلي منطقة عالية ومنطقة واطية، أخليها كلها على مستوى واحد بالشكل هذا. بعد هيك بيجي دور الجبنة. طبعا الجبنة هاي خاصة للحلويات، تقدروا تجيبوا جبنة غنم مع جبنة بقر تربطوهم مع بعض تنقعون تطلع الملح منهم، بصير معكم نفس الجبنة هاي. الجبنة بحاول ايش؟ بحاول افتتها شوي حتى تتوسع. قديش بدك تحط عليها جبنة انت حر.
يعني حسب انت بتحب تحط عليها جبنة، بس بصراحة لما يكون جبنتها كثير يكون زاكي أكثر. طبعا بحاول الجبنة أوزعها على كامل الصينية بالطريقة هاي. في ناس بعملها اطراف ما بحط عليها جبنة، بس انا بدي اعبيها جبنة عشان تطلع هيك. انا اكيد محلات الحلويات ما راح احط لك كمية الجبنة هاي، هاي شغلة انت بتسويها لنفسك، اكيد راح تطلع غير. طبعا هسه بالطريقة هاي صارت جاهزة، نحطها على النار. الطريقة هاي هسه جاهزة نحطها على النار. يلا خلينا نروح نحطها على النار مع بعض، شوف كيف المنظر ما احلاه. لسه بس نقلبها هيك. لازم النار تكون مفروده بشكل ممتاز تحت الصينيه، عشان ايش؟ عشان تعطي حم على جميع الصينيه. بعد ما احطها على النار استنى تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة، وبظل اقلب في الصينية بالشكل هذا، كل شوي كل دقيقة بقلبها قلبة زي هيك، حتى إذا في مكان مش واصل نار أو في جال مش واصل نار، النار تتوزع على الصينية كاملة، وإن شاء الله هيك بتكون أمورها تمام. شايفين كيف الجبنة صارت تذوب؟ هاي الجبنة بلشت تذوب. لما تذوب كل الجبنة بتكون هيك ان شاء الله جاهزة. زي ما انتم شايفين الجبنة بلشت تطلع المية تبعتها، طبعا بس تنشف المية هاي بتكون هيك استوت ان شاء الله. هيك جهزت الكنافة، وهسه راح نقلبها. بس 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 طلع الفن، طلع الفن. كنافة الحطب طلع كيف؟ كنافة الفحم. الله عليك ابو قايس. ها 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 جهز جهز. ها طلع طبع. هات 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 القطر يا معلم. هات الله على الكنافة، الله على الفن. صور. يا سلام الله عليك. جاهزة هسه شوية حلبي حلبي وبعدين. طبعا هسه بدنا نقطع الكنافه، نوريكم كيف الجبنه راح تمط كنافه الحطب. واللي بيعرف كنافه الحطب يعني ياله. طلع كيف طل 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 طلعت جبنه ما شاء الله. وهي الكنافه يا اخوان، هاي كنافه الحطب طلعت جبنه كيف بتمط قاعده. ها راح اوريكم كنافه الحطب. طلع طلع ما شاء الله. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك ولايك وزر الجرس عشان يصلكم كل جديد. الله على الكنافة.